كان يا مكان في قديم الزمان. ايش من زمان؟ اليوم وقبل ما نبدا الحلقه بقليل، محمد فتي ايوه محمد فتي ايوه هو يتاجر بالحشيش ونسى كميه من الحشيش في البيت، وامه المسكينه تحسبه بخور وبخرت، ودي كانت النتيجه. ذلالي شو عبالي حبيبي بكلمة منك ايش جابك؟ مدري ايش جابك؟ اما صفي يا بتاح علي مرة ثانية راي فوق على 2000 ريال 2000 ريال جزم فرق؟ لا مو صالح أمك؟ ايش في؟ نحن مش طبيعيين اليوم، شو كيف نحن قاسيين ندخل طايرين بالسماء؟ والعم صالح هي هي لكم كده جالسين كأنكم في الكورنيش لازم نعدد انا الشجاع ويش تفاحتين اما عيدروس اللحقي ما اقول لكمش صباح الخير يا طير وصحي لنوى وقلوا يا صباح الخير يا صباح الخير مالكم مالكم ايش الصفطة والهبل هذا حقيقي هذا الصفطة والهبل ها؟ مالكم؟ على شو تضحكوا؟ ها؟ أنا رايح شغل. أنا بروح شغل أنا. أنت كده. أنا وحكوم فالأم دي قصتي قصة. من أمتي؟ شو قابش بيتين؟ وفي المطبخ؟ وبالحمام؟ أنا أول مرة أدري إن الحمام والمطبخ مشترك. وأنا جيت بالأخير ودخلت بالجو سريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك؟ بحلقة جديدة من مالك؟ ماسك بالقائم حق المرمى. ماسك؟ أنا مالنا كذا. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صدى الملاعب. معكم أنا مصطفى الأغا. راعوا بي سي في بدعايات كثير راعوا أجا محمد فتي وطبعا مسوي نفسه انه ناسي الموضوع، بس بالحقيقة هو نسى الموضوع. كرم 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 كرم
الحلوه الاخيره دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اصبر 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 يا كرام اصبر. ايش انت بدا وتبدا على علي؟ مش معك بالحلقه؟ لا لا عادي بتجلس معي بالحلقه بس مش مش بدا الشكل. كم من شكل؟ شو من شكل؟ شكل ولا سميه؟ مش بدا الشكل يا احمر يا حلو يا احمر. ايش من احمر وراك يا كرام؟ غريب كمان الناس فارقني ولا جو وراك؟ ده مصري ولا من حق احمر؟ ايش ده؟ قبل الحرب لما كنا نسمع عن لو في محشش ولا اثنين محششين كان الموضوع واو، الموضوع واو، كان في هيبة بالموضوع، راحت هيبة المحشش. ده الحين رجع الصاروخ بسيجارة والكيلو بعروسة سيجارة. زماننا الحافة كان فيها مورد واحد يغطي حافتين ثلاث حافات أربع حافات. الآن الحافة في ستة سبعة ثمانية موردين. يرضيكم ذلك؟ ما يقعش ما يقعش ما يقعش يا جماعة. على العموم لما تسمعوا إنه في جماعة موردين امتسكوا لا تصدقوش هنا خالص، لا تصدقوش، هذولا ما اتفقوش على القسمة والله العظيم ما اتفقوش على القسمة خالص، فعشان كده طلع شمهم وطلع عرفهم زي ما يقولوا وامتسكوا. الحبوب أكبر من كده، الحبوب الحبوب كانوا أهالينا يحضرون إحنا منه، بس يحضرون إحنا من الحبوب اللي داخل الجزمات. فالآن الحبوب متواجد بأشكال وألوان وبكل مكان، وتلاقي الحاجات دي بأسعار ترضي الجميع. يسووا مقيل، مقيل عادي، لكن على قول التوفيق يجي لك واحد أهبل أهبل يا توفيق، يرش لك حبوب على الترامس كله ويطلعوا لك وحوش، وحوش يعموك ولا تصفي منهم حاجة. يعني زي البكمون بالضبط، البكمون يقدر كرة ويطلعوا وحوش، هذا تقدر حبوب يطلعوا لك وحوش. شريط من صديق يخرجك وقت الضيق. الصيدلانيين كلنا نحترمهم، عندهم نزاهة، نحترمهم كلنا، وما يبيعونش الحبوب إلا بروشيتا. يعني مش معقول يبيع بدون روشيتا. فالموضوع لما يجي أحد من المجموعة أو أحد من الأقرباء أكيد ما يجيب له. بإيش بيخدموه يعني مثلاً؟ بينقص له سعر الحبوب. ما ننكرش أبداً إنه في رقابة على الصيدليات، بس أنا عمري ما سمعت إنه في صيدليات قفلت. بس يقفلوا صرافة. وهي أجت على الصيدلاني، لو معك دكتور معروف يصرف لك إجازة شهر. يعني هقيت على الصيدلاني، الموضوع كبير كبير كبير، الموضوع كبير يا أبو الشوق، أكبر من البنك الأهلي بكله. مش معقول أحد يجي من ابن حافتك وترجعه، عيب عيب والله عيب. أقيت على الصيدلاني المسكين خلاص ملوموش، ألقات زيه زي لعبة كراش، بدايته تمشي وبعدين تطلع فوق السيارة، ولما يجي تدب مقع توصل سريع
دمك. المخزن زي المقاتل ما يمشيش إلا بدخيرته، ولقفه تقول كبت راشن. أكيد أنت تخزن كده. أشوف تلاقي قات شمة مضغة سيجارة حوت فانتا مبين، ولما قدو الشيف سخ القات يدق حبة تنبول، وأعلى مرحلة يوصل له إنه يخزن بالجنبين. وقف يا اخي، انت كنت طين. وقف ده، انت مالك يا ابني؟ مالك عليهم انت؟ مالك انت علينا؟ انا في قلبك. انا ماليش دخل، انا كنت اقدم عادي. وقف تصوير، وقف تصوير، مالك؟ وقف تصوير، وقف. ما تهدرش معي يا كرم، انا اقول لك شوف الا القات. مالك؟ كلمنا نوال انك تهدر على القات. لا تهدرش على القات ولا تقرب خط القات. زيه زي المخدرات يا مخدرات عادي. لكن ايوه اهدر عليه، لكن القات لا. القات رجع شيء اساسي عندنا لو سمحت. اساسي فين يعني؟ عند مين؟ شوف عندكم انتم الموالاه. شيء تشتغل صح انت ولا لا؟ ولا شيء نجيب لك قال حافيك ادي لك حجار. لا وكاسب لك الكاميرا دي كلها مع الطاقم حقك. لا 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 اخر حافه انا كيف بينه ليه؟ خلاص انت سمعتنا ولا في حد سمعك؟ خلاص خلوهم بس يشطبوا الحلقه دي. حق القات ولا حق المخدرات كله؟ لا لا خلوا حق المخدرات، يشطبوا حق القات لو سمحتوا. يشطبوا حق القات، انت فرحان وعادوا على فكرتك يا خزين مو لعقات. انا عن نفسي ان انا احذف حق المخدرات وخلي حق القات. شوف يا كرم، انا في قلبك انت مش جاري ايش اللي استجد امور القات في البلاد دي. ايش حصل؟ رجعنا موالا حتى القوالي خزنوا. انا انصح كل شاب بالحافه دي انه يخزن، كلنا نخزن. حتى شو انت تخزن ولا لا؟ تخزن يخزن، كلهم يخزنوا. معك مصور هنا مولع قات. تمام. طيب شوف انت مش لانك يعني ما تخزنش قلت لهم تركيا موقف قات ما تخزنش، بلقيت تقدر على القات. القات كانك دخلت بالعرض، فلا تهدرش على القات يا كرم. انا بدي قلبك، خل البرنامج حقك يمشي على خير. انا مش هخزن، مش هخزن. خلاص سامحني. انت فرحان، انت اكبر مولعي. خلاص اهم شيء تهدرش على القات. من دحين ما بتحرك من هنا ولا بوقف البرنامج. قلل. خلاص خلاص انا تشطب حلقه الحاجه حق القات اللي قدرت عليه اشطبه. احتراما انك عقل حاره بس. هو انا عقل حافه. صاحب المقهايه دي وشربت قرص شاي قبل ما ابدا الحلقه. ما نكلم المخرج انه يشوف مقطع. المخرج، المخرج هنا جالس. ايه يا ليه ده؟ يا اسمه قلت لي اسم المخرج حقك؟ وليد. يا وليد اشطب حق الغات. ما تسولعليش كده، ما تشطب حق الغات. ايه الليل انا اشتغل واصل هبل حبه. روح الغات، حسبي الله ونعم الوكيل. ولا يحبب ولا يحشش. كرم 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 بالحياة. واللي عمل لك ايه؟ جايبين جايبين اللي انت نسيه. قول لي الحساب. الفلوس يا كرم، الراس ماش حتم، ما فيش حد حساب، ما فيش حد يحرق بك لو حدا جاب ضيف وكذا. هب لي فلوسي، فلوس يا كرم. انا قاعد هنا اشتغل بلاش، انا اسرقكم. سرقت قلوبين للحين. ليش سرقت الثالث واللابتوب؟ طيب نحن ما خلصناش عاد الحلقه خامس حلقه يعني. انت قلت من البدايه اتفاقيه تعمل لي دين لاخر يوم تصوير حلقه. لا ما اتفقناش على هذا الكلام. ما في اي توثيق او اوراق تثبت هذا الراي العام. انا قصدي هذا الكلام. تمام تمام تمام. خلص 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 فلوسي. خلص ايش تسال؟ كم تسالنا؟ والله قلت لهم كم كم. قل لي كم. 20000. 20 ايش؟ 1000. احمد ربك انا ما حسبتكش بالدولار. انا احترم بالدولار. بالايه؟ بالدولار. بالدولار ايوه. احمد ربك انا حسبك باليمن. تمام تمام. كم كم حقك؟ 20. 20 500. لا عفوا بغلط بالحساب، انا كل ما امسك الفلوس بيدي بنسي. سؤالك 5000 10000 15000. 15000 دي عندك 5000، هتبقى عندي 5000. سجل عندك 5000 لما يجي عندي ضيف. دي 15000 ليش من زاويه؟ ليش من عمرك؟ ليش من ثقافه؟ 15000 ايش دي؟ 3000 ريال باقي 17000 بلبل. تسرقنا عيني عينك. ثلاثة يا كرم، دي ثلاثة مش حق. تسرقنا، انا قبت لك 20000. حق الشاغل اللي اشتغل عندي 3000 ريال. خلاص خلاص خلاص. حق الشراء اللي جبناه كل يوم. خلاص طحس طحس طحس.
وبعدين ده ماله كذا. سالت بيشرب بيشرب من مشروبي اللي انا كنت اشرب منه. مشروبك اللي انت بتشك. سالت الاسئله ولا عادك نازل اسالهم ان شاء الله منزل بسالهم بقى. عادك نازل بروح خمس دقائق. يلا 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 تدريبي سريع. يلا 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 سريع سريع. يلا 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 الحمد لله خلص ديني. كرم 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 بالحارة. ظاهرة المخدرات ظاهرة وفيرة في بلادنا، ممكن تلاقي أي حد يتعاطى هذا الشيء من القات لأعلى نسبة مخدرات في البلاد. نشتري يوم نسأل الناس إيش علاقتهم بالمخدرات أو إيش يعرفون من أنواع المخدرات. خلونا نشوف. إيش سألك؟ هل تعرف نوع من أنواع المخدرات؟ أنا أعرف صراحة كثير من الحشيش والبيرة والحاجات دي الهينيكين وحاجات كثير يعني. ها وعمرك تعاطيت حاجة منهم؟ أنا لا والله ما تعاطيت بس أبداً. يعني تعرف من الناس من الناس؟ ناس يعني بصراحة ما كانت عايش من مصر أنا في حاجات كثير يعني مثلا تطلع تيك توك تلاقي يشرب حشيش وحاجات يعني شعبية حاجات بايخة كثير. طيب إيش نوع المخدرات اللي أنت تعرفه؟ الحشيش، كوكايين، في مليان أنواع. تعرفها كلها؟ لا لا مش كلها. طيب قربت حاجة منه؟ أبداً. عمرك؟ ولا قدام الشاشة استحيت؟ لا لا أبداً أبداً. والله؟ لا قدام أبداً. قدام أبداً. إيش أنواع المخدرات اللي أنت تعرفها؟ كثير كثير انواع زي الكوكايين حشيش هيروين كله كله. طيب هل عمرك تعاطيت حاجه من دي الاشياء؟ لا ابدا حد الله حق الله ونعم بالله. ايش انواع المخدرات اللي انت تعرفها؟ الهيروين القات حاجات كثير الخمر كل كثير. ايش اوصف لك مخدرات كثير ايش؟ طيب وانت؟ والله في انواع كثيره الهيروين والكوكايين في بعض في بعضهم يتعاطوا في البر واشياء كثيره يعني صعب توصفها. طيب انا سمعتك اول تقول بخزن صاحبك قال انه المخدرات قات يعني كيف تخزن يعني تصير تاكل مخدرات انت؟ لا يا اخي مش قصتنا انا اكل مخدرات يا اخي. القات ايش؟ إيه القات يا اخي شوف انا القات مجيب انا هذا واحد كيف مجيبك شيء يعني متحكم بيش القات انا ما خزنش الا بالمزاج يعني. ولو زرع عليك قلب بتحكم؟ زرع لي قلبي ما عمره زرع لي ما عمره والله قبل. طيب هنا شفت هذه المقاحه الحاجات اللي شفتها بمصر ولا لا؟ انا باليمن ما شفت يعني لدرجه انه توصل فوق الباص يشرب حشيش. لا شوارع تلاقي بزوط محشور. طيب عمرك استوالك موقف مع واحد محشش؟ واحد محشش باليمن صراحه ما استواليش بمصر استوالي كثير. اللي هو يعني تلاقيه يهدر مع صاحبه يقول له خذ لك صباحه يا صاحبي. انا اكون جالس يعني انسان نظيف يمني ماشي حاجه يقول لي خذ لك صباحه اقول له لا شكرا. يعني انت عمرك ما قربت الصباحه؟ لا لا شكرا والله ما قربت ابدا. ولا عمرك قربت اي نوع من انواع المخدرات هنا؟ لا والله خالص خالص. اي بينك عاشق خالص. عمرك جلست مع ناس يشربوا مخدرات؟ لا كله الا مليان مليان. جلسنا وقعدوا قالوا كانوا بيشربونا. انا قلت انا ولد صالح امي ربنا. انت ولد صالح؟ اه ها انت ولا انت صالح يعني؟ انا ما عمري جلست يعني جلست بس ما عمري حد قدر يغصبنا ان انا اتعاطي لا حوت لا شمة ولا اي مخدرات لانه بس القات عادي. القات عادي. القات يا اخي هي اراده شو تبطلها بتبطلها براحتك يعني براحتك. عمرك جلست مع ناس تشرب مخدرات؟ لا. ولا عمرك جلست قزع من جنبك حد تشرب وتحسيت منه انه عمل حاجه غلط؟ ما اعتقدش. عمرك يعني انت عمرك جلست مع ناس تشرب مخدرات؟ ايوه. ايش كان موقفك معاهم احكي لي؟ عيال سفل سفل. طيب يعني ايش كان شعورهم كيف كان وضعهم؟ اشتوا يسحبونا. ايوه ما رضيت. رضيت. انت ما ترضي تشرب بس تجلس معاهم؟ ايوه بطل نجلس. العرف العرف يسوي بك حاجه ولا الدنيا بخير؟ لا لا اول ما يشربون اخرج. اول ما يشربون انت تخرج؟ ربي خلوق. كرم 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 بالحارة. والآن نستقبل معكم ضيف الحلقة أو ضيف الحافة، الشخصية المشهورة، الشخصية المحششة، علي سيكي. لو سمحت لو سمحت أنا اسمي علي ساوكي مش علي سيكي. وبعدين فينك ما أشوفكش. علي ساوكي أنا على يمينك. هنا صح؟ بس بس رجلي رجلي رجلي. أيوة أيوة تمام. هنا أنا هنا أنا هنا. علي سيكي أقول لك علي ساوكي ساوكي. ها علي ساوكي أنت لما من متى بدأت الحشيش؟ أنا خلاص قبل ما بطلت حشيش يا صاحب. طيب يا علي بحكم إنك مقرب. أيوة. كيف تحصل على فلوس الحشيش؟ يا
والله يا صاحبي شوف الموضوع كبير. موضوع كبير 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 جدا. طيب انا على يسارك الان، على يسارك. كيف تنتقل سريع ما تقوليش تكون ذكاء عيال طويل للناس ومدري ايام مواصلات مساويه. يلا انا الان رجعت على يسارك تمام. ايوه حبيبي انا ابدا لك. اسمع يا صاحبي. اسمعك. شوف لما تكون امك توصيك بما انه الاسعار ارتفعت كذا تمام تقول لي ما بدي بياس بروح باقي بيت دقيق تحصل لي قلنا دقيق تكون مثلا ب 15 تقول لي بيع 20 تمام تقول لي هبيكي المهم تشتري بياس تروح عند صاحب البقاله تقول لها بيك قلنا دقيق لو سمحت وده انت ترجع تشتري لي ب 15 تخبي 5 دقيق ويكون كم 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 ربحت هنا انت ربحت 5000 ريال الله عليك يا علي زيكي سمعت كم ربحتم ربحت 5000 ريال الله يا استاذ كريم كرم مش كريم ها استاذ كرم عفوا كيف تطلع لو معك شيء ثاني تمام اسمع بهبل حبه حبه حبي ما حد وصل الدور الاخير قفز لازم تطلع درجه صح يا ستيف وستيف مدري ايش المهم انا يا صاحبي سعر الصف غالي وابوك يهبل لك مثلا 1000 ريال سعودي تروح الصفه تمام انت راح تصرف عند البقاله انا عم البقاله عند الصراف عند الصراف عند الصيدليه قصدي عند الصراف عند صرفنا قلنا مطلوب طبيعي عند الصراف تصرف بما انه طالع نازل انت اطلب على والد ابوك 5000 ريال برضه يا سلام عليك يا علي ساوكي يا سلام يعني انت الان وصلت ل 10000 ريال شوف انا مطلوب اكثر من 5000 ولا اقل من 5000 انا 5000 5000 بس تمام لو عندنا حفله كبيره بارتي حاجة كبيرة كذا نشي نعمله وتكون ضربت كذا شباب كلنا كثير نكون زحمة دي اشتري مبلغ كبير المبلغ الكبير لازم نحن نشتغل عليه ونحصل على مبلغ كبير فبنعيش منه فلما تعيش منه تستظل تمام يا علي سيكي فكيف تعمله علي سيكي صحيح علي سيكي معك ايش كنت تقول قلت لك انه اذا محتاجين مبلغ كبير كيف بتعمل يا علي سيكي محتاجين مبلغ كبير شوف يا صاحبي المبلغ الكبير لازم نطفي الكاميرات شباب لو سمحتوا طفوا الكاميرات وطفوا الاخراج طفوا الاضاءه طفوا كل حاجه أوه. نشوف أوه. الان علي سيكي بيشرح لنا او ساوكي علي ساوكي بيقول لنا ايش اللي حاصل لا مثلا انت لو تشيل رقم كبير صح يكون دائما بالحافه في راس كبير واحد قام معه ايوه ايوه اكيد أوه. لازم يكون في واحد معه مبلغ كبير بالحافه تمام هذا شوف نشوف ابن الصغير يراعي له مكان تمام كذا فجاه نقطف الجاهل ايوه نشيل له معانا ما يسويوش حاجه احنا دقيقين لا ما تسووش حاجه انتوا دقيقين يعني رقيقين ايوه ويبش حاجه نخطفون نربطون قفع على قفون ندخله مكان يا سلام عليك يا سلام عليك وبعدين اروح اشحص الرصيد ما اتصلش من جوالي قول ليش ليش عشان ما يعرفوش انه انا علي ساوكي اللي خطفته ها انت رقمك معروف يعني ايوه اروح اتصل بهم رقم واحد صاحبي اي جريمه اتصل من عنده تمام ويمسكون احنا ما ادري ليش المهم سمعنا يا صاحبي ها يخلونا احنا اتصل بالرجال نقول له لو سمحت ابنك شوف مخطوف عندنا حلو نشتري منك 150 الف ريال 150 الف على الجاهل تشلو؟ اه على الراس 150 فيكم خير والله قليل يعني مبلغ بسيط يعني حدا ما احنا صح اسمه موفر البضاعه المليح لكن عندنا بتجيل حاجات حلوه ونحن نساعد احنا تسعر. نساعد تمام. الواحد ولا نخسر واحد يعني انتوا الان لما تخطفوا بتطلعوا مبلغ حق الحشيش او حتى انت خذ مننا فكره وحتى تعال اشتري بكره الله ياخذك ان شاء الله علي سيكي الله ياخذك امين امين يا صاحبي امين ووصلنا معكم مع المحشش الكبير وزعيم المافيا انا بطلته في الحافة نبليش بطلته علي سيكي شوف اقول لك علي ساوكي علي ساوكي قد وقفنا التصوير علي ساوكي علي ساوكي طب احسب اني ما حد باقي يقدم علي انت كريم انهم كرم كرم مش كريم كرم 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 بالحافة ضيف حلقتنا اليوم شخص حقق أرقام قياسية في اليوتيوب معليها في عدن ستاند أب كوميدي ويوتيوبر اليوتيوبر حسين الشرفي هلا حسين 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 دق الباب قبل ما تدخل لا يلا على فكرة حسين الشرفي على فكرة ايش حسين الشرفي سلام كيفك؟ هلا هلا طبعا الف الف مبروك على البرنامج الله يبارك انا بصراحه انا ليش ذكرتي؟ يعني في تقزعنا بكلمتين دي ها؟
عشان يعني نعدي الحلقة على خير. دخلت من الباب اللي أنا أدخل به، الوحيد اللي أنا أدخل من ذا الباب. يعني كزملاء هذي. واللون لبس نفس اللون. أحاول أقلدك كذا كذا. بس مش نفس اللوك. لا أنت صعب توصل لي. ما بوصلكش في اليوتيوب يمكن. أنت كم عندك سبسكرايب في اليوتيوب؟ حاليا وصلنا 61,000. 61,000. من 2017. دخلت على اليوتيوب رغم قياسي. الحمد لله. في اليمن يعتبر. الحمد لله. كل المواد اللي بتقدمها من عدن. لا مش من عدن، من محافظة ثانية. قدمت من صنعاء ومن عدن، وناوي على تعز وإب، بس شوي شوي تهدأ الأمور. أيه. وإيش اللي حيتقدمه المحتوى اللي حتقدمه أنت مثلاً إذا رحت تعز أو إب؟ والله شوف، هو يعني مش ممكن تعمل حتعمل أسئلة برضه؟ يمكن في أسئلة وفي عروض هناك. شي قدم ستاندب، ستاندب كوميدي. أيه بس لسه يعني عادوا كلام مش جدي الموضوع. من أفضل يوتيوبر في اليمن؟ حسين شربي. من أفضل يوتيوبر في اليمن؟ لا أصلاً أنا كنت في اليوتيوب دائماً في التلفزيون. أيوة هذا مالك، اختفيت فجأة كده. خلاص حتختفي أنت الأندر جراوند. لا إله إلا الله. طبعاً مش راضي ترجع يعني؟ أنا رجعت على فكرة اليوتيوب. فعلاً؟ برجع إن شاء الله اليوتيوب. إن شاء الله. نرجع مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله. نعمل فلوقات مع بعض. طيب أنا لو عملت فلوق أو عملت مثلاً فقرة، إيش أفضل فقرة ممكن أعملها في عدن؟ فلوب حاليا، لانه ما فيش حاليا في عدن حد يعمل فلوب. لو عملت مثلا جامايكا جوجة ماما تصوير. تصوير يا كريم، كون كلمني لها اخي قبل التصوير يا اخي. ما زالت شعري خرق كذا، مش مرتب وستايلي ده اضعف ما يمكن اقدمه طبعا يا جماعه. شفت شا... حسين الشرفي من ده حقه زي حرقنا هذا كان تمام. حبيبي يا حسين والله جدا طبعا عندنا بالكليه. انت وهو بنفس الجامعه؟ فعلا انا حس صارت من فين جاي؟ من الجامعه. من الجامعه اللي تحت الكتب بمشواري. فضلك كنت طالب ايش قلبك فاكل العيش يا ريت عيش الناس. طبعا مطلع فلوس، اموره مرتاحه اتوقع. ولا الشيكه قاعد الشيكه والحركات. لا 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 تسمعش الكلام هذا. الكلام هذا ما يقوله ما تحت الطاوله. ما تحت الطاوله ديون فلوس اموالي كلها مصروفه على البرنامج. كنت يا اخي قبل البرنامج كنت سمين. اعطي له 2000 دولار. انا اعطي له حسين بعدين بحاسبك انا وانت. طبعا كل ما يجي ضيف يسوي لي الحركه دي يسوي لي الحركه. اول ضيف ده على فكره، اول ضيف اخذ منه فلوس عشان حسين ذي الايام يتكلم. في دعم من اليوتيوب. لا اله الا الله. بخصوص الدعم من اليوتيوب، السؤال اللي انا نرفزنا بخصوص الدعم من اليوتيوب، كم انت عندك في حلقه من الحلقات فيها 1,000,000 مشاهده، كم تكلمت عليها كمليون مشاهده؟ ضروري اقول يعني؟ ضروري تقول وتدفع. انا جيت ثاني ناقي ماشي. لا بجد، انا اكثر سؤال ينسال في قناتك على اليوتيوب دائما، انت كم تستلم في المشاهدات وكيف تفعل حسابك الادزدنس؟ شكلك واقع هذا الشيء. ايوه يضبحوا يا اخي، كل ما واحد يجي يشي يدخل اليوتيوب كم تلاقي كم تستفيد. حسابي حق الادزدنس متى بيفتح؟ أيوه. بعد كم سبسكرايب؟ مليون. مليون معك فلوس. ايوه انت حسين معه سياره، حسين معه حاجات. انت ما طلعت السياره من اليوتيوب؟ جايب باص يا كرم. تقول لي سياره جايب باص. ايش اللي طلعته من اليوتيوب للان؟ ما تقوليش حب الجمهور. فعلا حب الجمهور الحاجة الوحيدة. أكثر أتوقع أنه الجمهور مختلف تماما من اللي في اليوتيوب عن التيفي. والله شوف، هو كل ما أنا لما دخلت اليوتيوب تمام كان يا أخي إيش يا ابني إيش زيك أخضر أخضر زي أحمر زيك ما لقلك أخضر ما إيش أخضر ترى أجيب أحمر ولا أحمر خلاص لا أجيب لك مين جيب لي مين؟ ليش؟ طيب بعد 100,000 سبسكرايب ايش حتقدمه؟ هل في محتوى ثاني ممكن تقدمه في اليوتيوب؟ هذا الحين حاليا جهز استوديو. استوديو في البيت. كويس. بعد تعب هائل استوديو، وان شاء الله ناوي اخلي كيف اقول لك الاسئله موجوده برضو بس مع تقديم استوديو شويه. حتقدم استوديو بعدين بتنزل الشارع. واحد يسوي بار معك تدفع فلوس انت ولا؟ بقى الصف والله بار. كافيه. هذا يدفع له فلوس. فلوس فوري على اي حاجه 500 ريال باليوم. انا ادور فلوس يا ابني. والله انا ادور فلوس. انا قيت همبه باليوم. حق اليوتيوب طول عمرنا نحاول ندور. على قصته اول ما قبلناه زي الناس اللي يقولوا انه قاسين نحن نربح. كم تربح؟ تدري بالالف مشاهده كم نلاقي نحن؟ في اليمن. ايوه. لاول مره بتكلم. 0.35 سنت. دولار. دولار. يعني ما نلاقيش دولار، نلاقي بالسنت. على الاقل خلوها 50 سنت تكون ماشيه معك.
حسين، ايش مشاريعك القادمه اللي حتقدمها مستقبل؟ والله ايش افتح كوميدي كلب. كوميدي كلب تفتحه؟ هتعمل مهرجان؟ فعنا مهرجان بس لا نشي دائم يكون. ايوه يعني كل خميس. انت شايف انه في ناس ممكن تعمل دائم كل خميس بتطلع تعمل ستاند اب كوميدي للناس؟ شوف احنا فعنا المره الاولى بالعيد الاول كتجربه تمام. ولقينا اقبال جميل يعني 200 تذكره راح بنص ساعه. تعرف ستاند اب كوميدي عدن؟ حسين شرب. طيب خلاص نفعل انا وانت لعبه. هذا اللعبه انا بجيب نكته تمام وانت تجيب نكته. اذا ضحك وائل على واحد على حبه من نكتنا تمام، اللي يضحك عليها الثاني خسران. يعشينا انا ووائل. انا مش حافظ ولا نكته. انا هنا انت حتقول النكته اذا ضحكنا عليها. لا انا داري علي العشاء. لا كيف بتنام؟ لا والله داري علي العشاء. واذا كيف بتفعل؟ لا 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 والله انا من النوع اللي ضحك لو ضحكت مش حسكت على فكره. يقول لك مرة واحد نكتي تافه على فكرة. وائل سلطك بالضحك بالكلية أنا معي. يقول لك في ياباني اسمه تامادا لما كبر وقفوه عند حده. أنا غلطان ما طالع. يلا باي. تامادا تامادا ها. والله مو ضحك. وشوف حلو حلو. ابتسامات ترى ابتسامات. في ابتسامات. الحمد لله. قلبي اطمان. الان فهمت اكون فهمنا النكته. حسين انت نورتنا. الله يحفظك. نور نورك يا حبيبي. وان شاء الله تكون 200 300 400 500 الف سبسكرايب في اليوتيوب ان شاء الله. وحاجه حلوه انك تكون موجود معنا اليوم. الله يحفظك. انا ليش شكرا حبيبي ربي. فين السيلفي؟ فين السيلفي؟ هات سيلفي. ما نتماداش بس النكته قصوها. حبيبي كذا حق اليوتيوب دي. بيس ما وصلتش عادي؟ لا عادي ما وصلتش. الان وصلت يعني. انا هنشيلها بين الناس كامل. خلاص. كرم 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 بالحياة. ليه دا يا دان يا دان يا دان يا لسلوس بحري نسنس على الخلان ما بيننا يسري من صير قدا عمران قم استرح والله وسلام وانسى الهم والاحزان محلى ليالي عدن تسلي على الكرمان وانسى الهم والاحزان محلى ليالي والله ليالي عدن يا عدن تسلي على الكرمان. بنسمر مع الخلان اللي البان سري حيت السلا والدان لا مطلع الفجر بنسمر مع الخلان قبس من طبنا وفي ليلة الرحمن محلى ليالي الحفل تسلي على الكربان قم اشترح وسلا وسلا